الشهداء المغيب عنده شهداء من أجل القضية الفلسطينية. ما تقسيش علاش غدفع علاش؟ تبقى فلسطين أمانة وتبقى حياة. أنا في الشارع العمومي، أنا في الشارع العمومي، ما تدفعش. ما عندكش الحق، واش ما بقى حد يهضر؟ فلسطين أمانة وتبقى حيانة. فلسطين أمانة وتبقى حيانة. وفلسطين أمانة وباعوها الخوانة. ما كنسبكش ما سبيتكش ولا بغيت تقول سبيتك سبيتك، عيط وقول اللي بغيت تقول. يا الصهاي انا عندي هنا تهضر عاودها. انا عاودها وغادي نعاودها قدامك. اللي كيمنعني باش ندخل هنا صهيوني، من يمنعني فهو صهيوني. الكل يعرفني انا كنعادي الصهيونيه ومعادي الصهيونيه وكنعرف راجل فلسطين، واللي يمنعني صهيوني. تخمني نكون دار شي واحد يجي يمنعني. دابا شارع عام عطيني القانون اللي كيتبقى ماشي يمكن تخلص. جيبو نشوف، جيب القانون. ماشي جاك دابا مسموح لاي مواطن يدير سلاح ويتيري في فلسطينيين بالزنقه. داروا قانون لهادشي. شكون اللي جارهم هكا؟ علاش وصلوا لهادشي؟ لانه شركات اجنبيه. اليوم الدوله المغربيه محركه القوات العموميه اللي كتخلصوها من الاموال ديالكم، لان حركه بيدايس العالميه اللي كتبادل من اجل فلسطين. شاكيون وصل واحد الرساله، هو ان هذه المتاجر ديال كارفور متاجر كتدعم الصهيونيه وكتبيع المنتوجات ديال الارض المحتله. فيه هذا شنو فيه باش تمنعني منه؟ من الزراري ديال الصهيونيه.